شهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. كانوا ثلاثة من الشباب المثقف جمعت بينهم الدراسة الجامعية كما جمعت بينهم روح النكتة والمرح وخفة، وقد بدأوا مع بداية التلفزيون العربي بالاستكشاف، ثم اتجهوا إلى المسرح وخاصة المسرح الفكاهي الاستعراضي. وبينما الثلاثي يشق طريقه بنجاح كانوا ثلاثة من الشباب المثقف جمعت بينهم الدراسة الجامعية كما جمعت بينهم روح النكتة والمرح وخفة الروح، وقد بدأوا مع بداية التلفزيون العربي بالاستكشاف، ثم اتجهوا إلى المسرح وخاصة المسرح الفكاهي الاستعراضي. وبينما الثلاثي يشق طريقه بنجاح اختطف الموت أحدهم، المرحوم الضيف أحمد، كأنما كان فعلا ضيفا عابرا على الحياة. وواصل زميلاه الرسالة بإصرار وبنجاح، حيث ينضم إليهما بين وقت وآخر عنصر نسائي جديد. أيها السادة، سهرتنا الليلة مع ثلاثي أضواء المسرح، مع جورج وسمير. مساء الخير يا أجمل ثلاثي. مساء النور يا أجمل برنامج. عاوز أقول على حاجة. أيوة. ما عرفش، يعني هو شعور خاص عندي، ما عرفش، أنا كل ما بشوفكم بيجي لي الضحك. ممكن تفسير الحكاية دي؟ هل لأن الواحد بيفتكر حاجات ليكم، ولا أنتوا شكلكم مضحك، ولا إيه؟ مش عارف، يعني هي يعني حاجة بتاعت ربنا. أستاذ جورج بتاعت ربنا. ما نعرفش فيها الغد. هو يمكن أول حركة، يمكن نسيتك تفتكر فعلا حاجة معينة تضحك، صورة معينة تضحك فتذكرها. ما دي بقى بتبقى المشكلة بتاع الواحد هو ماشي في الشارع. إزاي؟ إنه يبقى ماشي محترم جدا ويلاقي اتنين تلاتة مثلا ما فيش محدش من أي مثلا ضحك ده. تلاقي واحد راح ضاحك في وشك، طب يقول حاجه، يقول صباح الخير صباح النور، ارد، انما يروح فاقع ضحكه في وشك، ما هتقول له ايه؟ ما تقولوش حاجه، وتكون مثلا انا ما عنديش استعداد اضحك، فاضطر غصب عني يا ابتسم يا اقول اهلا، انما يا ريت اللي يضحك في وشي يقول حاجه. يعني حقيقي ده نداء مخاص اللي يقابل الواحد فينا ويضحك يقول حاجه، يا ازيك، يا انما يا ابني شام وبس. انت بتعاني من الحكايه دي يا جورج؟ كتير قوي، بس ساعات يعني ابقى مثلا عايز اقول له حاجه الاقي نفسي كده رحت فاتح بقى على الاخر وببتسم له، لان طب هعمل ايه غير ان انا ابتسم له؟ بعدين يعني لو فكرت بيني من نفسي انا يعني بكون مشحون ساعات، اكون متضايق بتاع، فببتسم غصب عني. دي بتأثر على الواحد، لان يلاقي نفسه زي العبيط راح فاتح بقه كده. يعني ضحكه مجامله بتكون في حاله نفسيه غير الواحد موجود فيها. طب الضحكه الناعمه الظريفه اللي سمعناها دلوقتي دي، ممكن تعرفينا بنفسك؟ بوسي. بوسي؟ طبعا انت عارف ايه اللي بتسمى باسم بوسي؟ القط. ده انت يعني القطه بتاعتك، ده القطه النص الثالث الحلو للثلاثي دلوقتي. يعني ان شاء الله مع نجمه المسرحيه الجديده. المسرحيه يعني هي جوليا روميت، هي بعد يعني مش استفتاء، بعد اراء كبيره وبحث ومشاوره، الوحيده اللي تصلح لدور جوليت شكلا واداء، والضحكه اللي ساتك سمعتها بوسي. ضحكه الكناري. هي ضحكه ولا نونوه؟ كل حاجه. هو فعلا وشها يدي على جولييت، مش كده؟
في البراءة وكده والجمال وكل الرومانسية بتاع العملية. متجلية يعني. وشها متجلية يعني. طب نسيب المخرج الأستاذ حسن عبد السلام عشان يكلمنا في اختياره بالذات. بالمناسبة قبل ما ننقل على الأستاذ حسن، برضو الأستاذ حسن عايش في نفس المشكلة بتاع الضحك، وهو بيشتغل معانا أنا وجورج في وسط المشهد، وهو مندمج اندماج كامل، وفي حتة هو يحب يخرجها باللغة العربية. فزا بيقول أنا وجورج نسيبه في عز ما نروح قايلين حاجة في النص نضيع كل اللي عارف، بس لازم كده تمشي كل اللغة العربية كل اللغة. لا وهو الحقيقة كمان إن يعني الكوميديان الحقيقي يعني مش مجرد مسميات، يعني هم لابد أن يتسم أساسا بخفة الظل المطلقة، ودي موجودة لدرجة التشبع، يعني درجة البلورة فعلا موجودة في جورج وسمير وسمير وجورج مع بعض يعني. وأيضا الحضور المسرحي، الحضور اللي بيصل إلى القلب مباشرة يعني، فهم بالتالي من بخفة ظلهم بحضورهم بذكائهم السريع البديهة، كل ده بيكون منهم ما يسمى بالفكرة الثابتة، يعني بيتحولوا لفكرة ثابتة. أول ما الناس تشوفهم متوقعين أنهم حيسخسخوا على روحهم. أنا نفسي بضطر أتكلم معهم باللغة العربية حرصا مني على التماسك عشان أبقى صلب وماسك نفسي. يعني إيه تكلم معهم باللغة العربية إزاي؟ ما أنا يعني لو كلمت عاد زي ما أنا بتكلم كده دلوقتي هيضحكوني فعلا، فبضطر أقول إياك أرى لابد وأن تتماسك قليلا التداخل، بضطر أعمل كده وأنا ماسك روحي. إرهاصات الدور النفسية. أنا لغاية دلوقتي مش عارف إرهاصات الدور النفسية يعني. طب اشرح لنا بقى إرهاصات الدور. لا يعني مثلا اقول له يا جورج او يا سمير، المفروض ان هنا هو الجمله اللي انت بتقولها اذا كانت جمله اساسا جمله لفظ ولا جمله حركيه، ولا اساسا الترجمات بتاعتها من ناحيه التعبير في الوجه او الناحيه النفسيه دي عباره عن مؤشر او إرهاصة هتتسمع في الفصل التاني او الثالث. تطلع مني إرهاصة بس. شفت بقى لا الحقيقه لا الحقيقه. طب هو انت مجرد انك تقول لهم اياك كذا وإرهاصة ده يسخسخهم الضحك اكتر. هم بقى انا لا اتحول الى كوميديا. الحقيقه انا عاوز اتكلم عنهم، يمكن انا معشرهم النهارده دي خامس سنه. اخرجت لهم ايه يا استاذ؟ انا اخرجت لهم دي ثالث روايه لي. اول روايه كانت طبيخ الملائكه، وده كان الانتاج الثاني للفرقه الحقيقيه او للولاده الحقيقيه للثلاثي اضواء المسرح كفرقه دراميه مسرحيه يعني. والروايه الثانيه كانت بعد 4 سنين من اخراج الروايه دي، هي موسيقى في الحي الشرقي، وبعدين احنا بصدد جوليو وروميت انها تطلع للوجود بعد ايام. بس ظريفة قوي قلب حكاية روميو وجولييت الى جوليو وروميت. بس احنا ما قلبناش، هي الفكرة مش القلب يعني، بناخد روميو وجولييت ونسخر منهم بحيث ان احنا نقلبهم ابدا، عشان هو احنا حيث انتهى روميو وجولييت حيث يبدأ الثلاثي في تناول المشكلة بتاعته. طبعا أنا مش كنت عايزه اقول حاجه. عايزه استاذ حسن عبد السلام يوضح فكره المسرحيه، لان اكتر من شخص قابلني على اساس ان كان طلعت في فكره انهم هيعملوا الحاجات الكلاسيك بتاعت شكسبير ويعملوها بتهريج او يعملوها بلون كوميدي، وفي كانت اراء كتير قوي ضد ان ازاي يكون ادب على المستوى الراقي دوت ان يتاخد بموضع الكوميديا وكده دوت. فعايزه حضرتك توري لهم ان ديت القصه اصلا اللي معمولة عن ثلاثي دلوقتي مش متاخدة ان احنا ناخد القصة ونسخر منها. عايز اوضح الفكرة اللي مبنية عليها نفس القصة. هو يعني يمكن توضيحي اساسا للفكرة دي، طبعا انا شخصيا لا اقبل ولا الثلاثي يقبل ان تمسخ الاعمال الادبية اللي هي الارض الحقيقية اللي واقف عليها الفكر الانساني كله. لكن حقيقة هنا احنا ما بنتناولش بالمسخ اعمال شكسبير اطلاقا. هو شكسبير بيقدم عندنا فعلا، روميو وجولييت لشكسبير بتقدم كأرض بتقف عليها المسرحية، وبتتجسد فعلا التيمة الأساسية لروميو وجولييت، وبنربط بينها ما بين جوليو وروميت كمأساة، كخطوة في طريق نفس العاطفة الملتهبة، العاطفة الطاهرة، العاطفة الصادقة جدا من شاب وفتاة بيحبوا بعض إلى درجة العبادة، لكن لظروف التعصب اللي حواليهم، التعصب بين العيلتين بيدفع الحب ده إلى الانتحار فعلا، إلى الاختناق في قلوبهم، في عيونهم، في أنفسهم، في كلماتهم، من هنا بيصمموا على الانتحار.
احنا حيث الانتحار حيث تبدا المسرحيه. بالرغم يعني من ان شكسبير انتهى بها. يعني انتوا بتاخدوا من حيث انتهى شكسبير. علما بقى بان في حاجه امتداد يعني الحدوده نفسها امتداد التيمه بتاع شكسبير. بس في نقطه ما اتخذتش التيمه تيمه حب مطلقه وبس بنعرفها من خلال فتى وفتاه ابدا. ده التيمه هنا دعوه الى الحب لكل المجتمعات لكل العالم الانساني. لا يعني هو فكره اتنين بيحبوا بعض والعيلتين بيعرضوا الحكايه دي يعني فكره موجوده في الحياه الانسانيه وممكن تتناول باكثر من صوره. يعني حتى في فيلم لعبد الوهاب افتكره من كام سنه يوم سعيد ما هو برضو قائم على نفس الفكره. تمام. مش كده ولا ايه؟ بتاع ممنوع الحب ولا يوم سعيد؟ ممنوع الحب. حضرتك زوجة الفنان نور الشريف وحضرتك زوج الفنانه هدى سلطان. اتشرف انها زوجتي وانا زوجها. وحضرتك يا استاذ سمير انت زوج مين؟ استاذ جورج. استاذ جورج احنا منتظرين الفرج. احنا متجوزين الفرقه. زوج الفنانه فرقه ثلاثيه مصر. بس انا متهيألي انه هيبقى صعب عليكم انتوا الاثنين بالذات انكم تختاروا اي زوجه بعد ما عملتوا جميع الالوان النسائيه. ما هو ده حقيقي. يعني مش معقول. ها طب ده انا خايف احسن حد يتجوزكم. انا ان شاء الله اتمنى واحده شبه جورج وهو لابس ست مثلا ابقى سعيد جدا واتجوزها وهو كمان يعني تهيألي ونخلص. طب بالمناسبه ايه سر نجاحكم في تقديم الالوان النسائيه وخصوصا في الفوازير الاخرانيه بتاعت رمضان اللي كانت في التلفزيون؟ وقدمتوا نماذج مختلفة وألوان مختلفة ويعني هل أنتوا يعني عشتوا نفسية المرأة فترة كافية بحركتها الصغيرة الرفيعة بلفتاتها؟ يعني بقيتوا تعملوا حاجات غريبة جدا يعني إزاي؟ ما أعرفش أنا. إحنا بنقدم سؤال محرج. لا 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 حقيقي. لا بالعكس أنا شخصيا لما مجرد ما بعمل كاركتر للست أو الشخصية دي لفترة بحس بإحساس إن أنا فعلا بدي احساس ست كله. يعني انا بحس كده. يعني في الوقت ده ممكن اي حد يطلب ايدك ترضى؟ اتفاهم معاه بعد التسجيل. ده فكره يعني. وبعدين الكاركتر اللي بيعمله جورج للست غير الكاركتر اللي بعمله انا للست مختلف. طب قول لي هو بيعمل الست انهي وانت بتعمل جورج بيؤدي دور الست اللي بنت البلد الفالجر الشلق اللي دمها شربات. يعني بالعربي قرشانة. قرشانة بس دمها خفيف جدا. انما ما حدش يطلب ايدها يعني اطلاقا يعني. هي اللي تطلب. بالضرب. انا بأدي دور الست الكركوبة اللي راح عليها الزمن ومحلية نفسها بالعافية. يعني انما ممكن تبقى مودر بس يعني حاجة كده. ممكن مودر أو يعني عدى عليها الزمن. يعني واحدة مثلا بارونيس. حاجة كده. عانس كده يعني. طب ممكن تفتكروا لنا حاجه كده من الحوار اللطيف في بعض حاجاتكم النسائيه؟ احنا بقى مش هنقول حته بقى غنائيه شويه. هي كان اغنيه معروفه للاستاذ ضياء وندى قلبناها. احنا عملناها ثنائي البردان ضياء وندم. ضياء وندم او غدا وعشاء. غدا وعشاء. بم 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 برارا ني لا لا ني لا لا كرم طرم طم ترارا ني لا لا ني لا لا اللي قربت علي يا عايز ايه يا عايز ايه تفسح في الجنينة جنينة ايه جنينة ايه اللي قربت علي يا عايز ايه يا عايز ايه نتفسح في الجنينة جنينة ايه جنينة ايه جنينة الحياة وانا انت ظريف طب ابوك ساقهما انت سخيف اغلنك الحيوان انت ظريف طب ابوك ساقهما انت ظريف وانا ظريف وانا ظريف وانا ظريف هلو لا 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 لو لا 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 شعرك أكلام بيقرص قلب الولهان يا سلام هارا وانت كمان أصلك جربان وفي حبك روحي لمان قولي كمان قالوا لي في شعرك أكلام بيقرص قلب الولهان يا تخين
وانت كمان اصلك كحيان وفي حبك روحي يمان. قولي كمان ارى نفسي تعكسني دي حاجة تنرفسني. يا ما نفسي تعكسني دي حاجة تفلعصني. وانا ظريف وانا ظريف وانا ظريف. وعيونك من غير ريموش وجلدك من المية يبوش. يا سلام وانت كمان اصلك كحيان وتليق عني في الفستان. قولي كمان وعيونك من غير ريموش وجلدك من المية يبوش. يا سلام وانت كمان اصلك شمام وتليق عني في الفستان. قولي كمان قامت يلا بنا يلا الجبال يا اسم الله. قامت يلا بنا يلا الجبال يا اسم الله. وانا ظريف وانا ظريف وانا ظريف. الفلالة لازم تكون مزعجة طبعا. لا وتقول لي بعد كده الناس مش عاوزينهم يموتوا من الضحك لما يشوفوكم. لا ده حاجة ظريفة جدا الحقيقة. ممكن اعرف سر نجاحكم؟ يعني هل انكم بتغنوا مثلا وانكم بتعملوا النكت الظريفه وانكم بتادوا بايقاع جديد؟ يعني ايه اللي بتعتبروه يعني احد العوامل الرئيسيه في نجاحكم؟ واهم حاجه التجديد. يعني الناس بتنتظر مننا دايما الجديد. يعني مجرد فكره الثلاثي اولا هي فكره جديده. فكره جديده. مفيش ثلاثي قبلكم ابدا ولا ثلاثي المرح يمكن لا لا ثلاثي المرح ده حاجه ثانيه. ده بيغنوا ثلاثه بتاع انما ثلاثه كوميديان مع بعض. لا ما كانش. يعني احنا بنركز حاليا في الفرقه المسرحيه. فرقه واعضاء الفرقه وبعدين كل مسرحيه سيادتك تشوفها لون غير المسرحيه اللي بعدها. صح. بس انتوا تطوير باستمرار. انتوا حتى كنتوا ناجحين قبل المسرح. قبل في الليل النمر والسكتشات يعني والحاجات دي. ده حقيقي. ما هو احنا يعني فورا تطورنا للمسرح. هو فيش قالب معين. الايتيمز اللي قدمناها يعني حضرتك ممكن تقول عليها فكرة الايتيم نفسها ممكن تبقى مسرحية ممكن تبقى فيلم لانها فكرة جديدة نوفي. يعني مش بنقدم فكرة مثلا حد عملها قبلنا ولا حد هيعملها بعدين. يعني وبعدين معظمها انتقادية يعني الحقيقة في صورة. استاذ حسن يمكن انا لان عشرتهم بقالي 5 سنين من خلال مسرح بالذات كانوا هم بدأوا ينشؤوه. بقائهم ونجاحهم ايضا قائم على ان مفيش واحد اسمه جورج مفيش واحد اسمه سمير اطلاقا. دول عباره ما انا مره سميتهم حتى سورج وجميل. لان فعلا هم مذابين في بعض جدا وبينكروا ذاتهم في سبيل شخصيه اعتباريه هي التطور المسرحي او الفكره المسرحيه او النجاح المسرحي. وده يمكن اهم دعامه لنجاحهم. يعني تيم ويرك والاثنين دايبين في حاجه واحده اسمها الثلاثي. يعني هي عيله الثلاثي. عيلة مسرحية. عيلة كل واحد بيقوم بواجبه فيه. ارتباط وثيق وكده. ايه اللي جمعكم على بعض؟ ازاي الفكرة بدأت؟ الصدفة. ازاي؟ هي الفكرة اساسا ان احنا كلنا جامعات مختلفة. انا كنت جامعة اسكندرية جورج جامعة خريج ايه يا استاذ؟ زراعة. وانت خريج ايه يا استاذ؟ زراعة. انتوا كنتوا الاثنين زراعة. تزرعوا ايه في المجتمع؟ والله انا نفسي ما عنديش اي فكرة عنها ده حقيقي يعني. لا انا كنت متخصص انتاج تربية حيوان. اكيد. جورج كان حقيقي كان لعين نسبة الدهن في العجول. انا فاكر اكيد. ايه؟ امال ايه؟ في اللبن. وخريج زراعة هتكشفنا بس يعني على الاسير. في حد عين نسبة الدهن في العجول؟ انا عايز اوصل للعجول اللي هي اهم نقطة. العجول اللي هي العقول. العقول لا حقيقة أنا حضرته سنة في اسكندرية في مزرعة أبيس. كان يعني كان يرجع بقى وحاجة تعبان أوي وجري في الأوضة. ايه جري في الاوضه دي؟ حوادث معايا. هو قاعد طول النهار في المزرعه تعبان. وبعدين مفيش اكل منظم هناك. فكان من كتر قعده طول النهار مع الحيوانات جاي متاثر قوي بالاصوات وبالاداء. فيرجع يعمل زيطه في البيت وخلاص.
وبعدين يعني فكرتوا ازاي انكم تسيبوا خط الدراسه وتدخلوا على الفنية. انا قابلت جورج في اسبوع الشباب دراسه يعني دراسة خلصت يعني انتهت. لا انا شخصيا يعني كنت خلصت ماجستير كمان يعني كمان وكنت داخل على عمليه دكتوراه بقى وعمليه زي دي بس لسه ما خلصتهاش. لا هو مدوحر وبيقاوح يعني لسه شغال. فهي كلها اساس كانت منافسه في اسابيع شباب الجامعات كنا منافسين كلنا. ده باختصار شديد لغايه ما ظهر التلفزيون وانا قابلت جورج بالصدفه. انا راكب الاوتوبيس وهو كان ماشي ورحت نطيت من الاوتوبيس نزلت له قال لي في برنامج اسمه مع الناس بتاع الاستاذ فؤاد منيب وبتاعنا نعمل حاجه من السكتشات اللي عملناها سوا في الجامعه. رحنا عملناها ودي كانت البدايه. وبعدين كان معانا الاستاذ الاخ عادل نصيف اللي هو سافر بره حاليا دلوقتي كان قبل المرحوم الضيف جاء معانا وعملنا سكتش تاني بعدها ونجح جدا اسمه حول العالم. شفنا الاستاذ محمد سالم بالصدفه فانتوا مين وفين واتفق معانا وعملنا البرنامج مع اضواء المسرح برضه بالصدفه. وبالصدفه عملنا سكتش دكتور الحقني اللي هو كان انا بعتبره لفت نظر يعني الجمهور يعني البدايه واز ستارت مجرد ان في ايه يعني احنا هنقول ايه. طب ايه سر النجاح دكتور الحقني؟ أنا أول حاجة هو قاعة طبلة دايما احنا عندنا واحنا صغيرين يعني في البيت أول ما الولد يبتدي يمشي مامته وأبوه يسقفوا له يقولوا له ارقص تاتا مش عارف ايه كلها شرقيين نحب الريتم الشرقي وبعدين احنا شعب فنان أساسا حتى بتاع الترمس هو ماشي بينادي على الترمس بيغني بتاع القوطة بيغني يعني يعني الظريف فيها لما تبقى واحده رقاصه بطريقتها وتروح تقول للدكتور بترقص ودكتور يعني لو قلناها دكتور الحقني عادي ما فيهاش حاجه انما على الايقاع واحده ونص مشت بدليل احنا بعد كده عملنا كوتوموتو برضه خدت نفس ومن هنا ابتدينا الحوار المنغم على الايقاع. طب في رايكم كان ايه اهم خصائص المرحوم الضيف؟ انا في رايي بالنسبه لخصائص المرحوم الضيف انه الضيف كان جواه في اعماقه يعني انفجار رهيب بالنسبه للمسرح وبالنسبه للامال وبالنسبه للحاجات دي كان بيسبق الوقت بشكل شنيع. وبعدين انا شخصيا استفدت منه حاجات كتير قوي حقيقي يعني الضيف كان الكوميديان الوحيد اللي يقف على المسرح لو استمر يضحك هو طول الروايه انت لن تمل اطلاقا. يعني كنا بنشتغل سوا كان مثلا يعمل اي حاجه ويضحك هو عليها جورج يعني ما شاء الله وشه ما يضحكش ابدا ممكن يعمل كنترول على نفسه. اي انا غصب عني اضحك يروح مدخل دماغه جوايا فانا اللي ابان قدام الجمهور بضحك هو ما يبانش خالص. فكان انسان روحه خفيفه يعني الله يرحمه حقيقي كان ولا زالت روحه معانا يعني احنا بنشتغل بنحس ان هو معانا. علشان كده انا نفسي في حاجه. نفسك في ايه يا فيلسوف؟ افراج؟ هروب؟ ولا سرحان؟ افراج صحيح عندك نفوذ امتى وفين ما تقول يا جبان؟ افراج حكايه الافراج دي انا نسيتها من زمان. انا نفسي انام على الارض امد رجليا واشوف النجوم كلها وانا ببص من شباك الزنزانه بشوف ثلاث نجوم بس مفيش غيرهم بيقطعهم حديد الشباك. نفسكش في السما وابص للنجوم كلها واصحاش على صوت السلاسل واصحى على الشمس 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 هي اللي تصحيني. لكن انا عارف ان ده حلم مستحيل وعشان كده انا نفسي في حاجه تانيه اعيش من غير امل وانام من غير ما احلم بالقفة والجبل. ربنا يسد نفسك وليه بتحلم كده؟ ده انا كنت اطق وافطس لو شفت الحلم ده. عندنا حلم تاني؟ في ايوه عندنا. القلب لما يندم بيفكر في الامل ولازم احنا ندم ونعيش على امل. امل بينا وبينه اكتر من 100 سنة انا بحلم بيه ليلاتي من شباك القضا وانا واقف اعد واحسب ذنوبي في الفضا.
ألاقي الصبح جاني سقوني عالجبل، هقطع فيه وأقول له ساعدني 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 يا جبل، واخلص عشان أخلص مشوارك بالعجل، وارجع للدنيا كفر عن كل اللي حصل. عمري عمري ما سمعت منه ولا همس امل. ربنا يهد حيلك. اهو انت جاك وجع، كم حلم زي دوله ونفسك ينقطع. انا كل ليله بحلم لويسه محمره، وانت حلوه جنبي خدودها مدوره، جايبه تفاحه حمره مش صنف الاكسيره، ارميها واقول لها امشي هاتي واحده مقشره. قال كل ليله بيحلم لويسه محمره من نفسي، وبنت حلوه جنبه خدودها مدوره، جايبه تفاحه حمرا مش صنف الاكسيرا، ارميها واقول لها امشي هاتي واحده مقشره. يعني الحقيقه وفائكم لي مستمر وتقديركم لي مستمر طبعا. لكن مش متصور ازاي بعد ما راح اللحظات الاولى او الايام الاولى وانتوا بتواجهوا الجمهور وكده، يعني لا دي كانت كارثه بالنسبه لنا، ايام قاسيه جدا. يعني احنا قعدنا سنه بالظبط نكافح عشان نقف على رجلينا انا وسمير في عدد قليل جدا من الجمهور، بحيث ان بس صمدنا. يعني كانت مرحله صمود جامده جدا بالنسبه لفرقه ثلاثي صوت المسرح، وجت عروض كتير، لان كان في بقى الناس عاطفيا يقولوا مش معقول نشوفكم ناقصين الضيف، يعني حاجات واخدين على انكم نشوفكم ثلاثه وبتاع. الحاجات دي على قد ما كانت بتجاملنا على قد ما كانت يعني بتهدنا نفسيا يعني، ومع ذلك صمدنا لغايه ما شافوا ان الاعمال الناجحه يعني فيها روح الثلاثي، اثبتنا يعني. ورينا جورجي ممكن يبقى ثلاثي، انا ممكن ابقى ثلاثي، وبقى اسم الثلاثي رمز زي نجيب الريحاني، يعني بقت فرقه ثلاثي اضواء المسرح الاسم رمز، ثلاثي جورج الثلاثي انا. وبعدين الثلاثي بقى يطعم دلوقتي بالجمال بقى، بالحاجه بالعنصر الحريمي النسائي الجميل، وخصوصا دلوقتي في جولييت، يعني مش عايز اتكلم كتير تاني على جولييت. فالفرقه بقت يعني تتحلى بعنصر ثالث نسائي جميل. طب بالمناسبه ليه ما بتخلوش العنصر الثالث ده يبقى ثابت؟ بحس يبقى في نظر يعني هو بالنسبه للعنصر النسائي عامه، يعني في تجربتنا لغايه دلوقتي يعني كان غير مستقر، مش ممكن ابدا، ما اعرفش يعني هل ده حظنا احنا ام يعني العنصر النسائي غير مستقر. مش كده، ممكن اتدخل انا فيها بالنسبه لهم. يعني اولا العنصر النسائي بالنسبه للروايات بتاعت الثلاثي مش ممكن ابدا يبقى ثابت، لان الدور نفسه بيتشكل ويتغير كتكوين، كتكوين نفسي وكتكوين كذلك خلق يعني. وبالتالي ادي مثلا سندريلا، ادي جولييت، لابد تكون بوسي. لكن افتراض ان احنا مثلا بنعمل مسرحية اخرى كنا هنعملها اسمها قصة حب، في واحدة زنجرة غجرية شرسة قوية البنيان، مش ممكن تبقى بوسي. بوسي الفكرة الحلوة، جملة المزيكا الحلوة، مش ممكن ساعتها تأديها بوسي. من هنا لابد ان يتشكل العنصر النسائي ولا يمكن ان يثبت ابدا. معاك، والا هيبقى معنى كده انك تفصل الروايه على على قد الاشخاص، وتخضع نفسك لفورم معين، يعني لقالب معين يمكن انت عاوز تخرج عنه يعني. طبعا. طب انت بتقول العنصر النسائي غير مستقر، قصدك المراه عموما يعني؟ والمراه يعني المراه عموما غير مستقره، ولا المراه الفنانه؟ لا المراه عموما. انت عدو المراه يا جورج؟ لا احنا ما نقدرش نستغنى عن المراه، ومع ذلك الواحد ما يقدرش، يعني انا واحد من الناس ما اقدرش استغنى عنهم وما اقدرش اقترن بيهم. طب ايه بقى مشكلتك دي؟ ما اعرفش، مش انا مش عارف احلها. الفوازير اللي هنا يعني انا يعني حتى بالنسبه للزواج، بالنسبه للفرقه يعني انا وسمير ما نعرفش نعيش ناس مرتبطين بستات نتجوزهم، لان احنا بطبيعتنا بس ما تسنونيش انا قوي، انا يعني برضه عايز اتجوز. لا مش عايز يعني، هو جرب بس ما تضحكش عليك يعني، انما برضه يعني انا شخصيا اعتبر يعني انا بالنسبه لي وبالنسبه لمسرح شغلي يعني الحب بيأثر في 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 شغلي في حاجات كتير قوي. يعني الحب شيء جميل جدا، فبيديني حقيقي دفعه قويه قوي ان انا اعمل حاجات كتير قوي بالنسبه لشغلي في اي حته.
يعني فنرجع للسؤال بتاع حضرتك اللي هو العنصر المرأة الفنانة غير مستقرة، ده طبيعة العمل. طبيعة العمل لما بتبقى بيجي يجيلها عروض كتيرة ويجي حاجات كتيرة وبتاع، ظروفها بتختلف. فبنسيب احنا الحكاية دي اوبن خالص، مفتوح خالص بحريتها يعني. يعني نسيبك انت طير الحب. انا انا طليق، انا طائر الالحان. بكرة يا طائر الحب تدخل في القفص. على هيحصل بس عنك هيحصل. وهو حصل قبل كده يعني، ده عاوز قفص كبير قوي جورج ده. عاوز قفص زي بتاع الاسد، مش لاقين لي قفص. طب بمناسبة الفوازير، الفوازير من الحاجات اللي شهرتكم قوي ونجحت قوي. وفي رأيي انه التلفزيون ساعد قوي على نجاح الحركة السريعة في التلفزيون. واللفتات، اللقطات السريعة جدا كانت حاجة جديدة فعلا يعني على ايقاع العصر يعني. هو برنامج منوعات خفيف. يعني بنعمله ببساطة جدا، اغاني على ضحك، على ما فيهوش مثلا يعني قصة معينة تشغلك، أو برنامج دايما متجدد. فرفشة فرفشة لمدة ربع ساعة اللي بعد المدفع مباشرة. بس هو حتى التتر بتاعه من أجمل ما يمكن. التتر طبعا لازم يعني التتر بيعمل حركة حلوة قوي في ممكن نسمعه كده. افتكرته في كذا احنا كل سنة بتغيره. من السنة دي تقريبا. فوازي رمضان، فوازي رمضان، فهلالك شهر مبارك يا حبيبنا يا رمضان. والله واشتقنا لك، واشتقنا نضيع هلالك، والنور دايما مسالك يا رمضان. والله وبعد غيابك شرفت وجيت لحبابك، اهلا ويا مرحبا بك يا رمضان. لا 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 لا. موضوع الفوازير صغنن كده اهو، لا قد كده اهو، لا قد كده اهو. ستك 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 من كل الجنسيات، على كل المستويات، على كل مذهب. نقدم منها نماذج من الداخل ومن الخارج، بعضهن عشا وفاشا من قديم الأزل، قديم الأزل، وبعضهن لم يتلاشى ولسه عايش لم يزل لم يزل. والبعض الآخر منهن 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 كان عايش على ايام منا اننا اننا. والبعض الاخر والاخير جال في الانبع على بنت كبير. صغلل كده اهو، لا 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 قد كده اهو، لا 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 قد كده اهو، الله صغلل كده اهو، وكفايه قد كده اهو مره. لذيذ. انت عارف الحته بتاعت مش عارف والله واشتقنا لك؟ لما كنت بسمعها في اواخر رمضان كنت بهتز كده يعني، وبيصعب عليا رمضان قوي يعني. خد بالك كانت يعني تاتشي كده. كلمه تاتشي مؤثره قوي، حلوه اللفظ الاشتياق نفسه. اصل دايما بنشتاق لرمضان حتى في رمضان حقيقه. والله بيبقى شهر جميل. تصور حضرتك الناس اللي بيشتغلوا فيه وتكذبوا. لا الناس اللي ما بيحسوش برمضان، هو كله خير كده، شهر كله خير وكله يعني احنا بنجهد في رمضان فعلا. يعني احنا في رمضان ما بننامش، لان احنا بنصور الفوازير دي يوميا يوم بيوم. لا ده مجهود. احنا في ايام كنا بنصور الفوازير دي بعد المسرح من واحدة بالليل. مجهود بشع حقيقي واضح يعني. طب انا شايف معانا اخ قاعد حط ايده على خده وبيشرب السيجارة، و يعني لازم يكون احد افراد الفرقه متهيألي. فعلا هو احد افراد الاساسيين في فرقه فهيم القاضي، يعني احد اضلاع الاعمده الجامده. المؤلف الملاكي ده مؤلف المؤلف الملاكي يعني المؤلف الخاص للفرقه. الاستاذ فهيم القاضي كان بدايه نجاح الفرقه في اول رواياته اللي كتبها، هو اللي الف لكم كل الروايات او اكتبها. اكتبها تقريبا. طب استاذ فهيم اتفضل. استاذ فهيم انت بعيد عنينا ليه يا حبيبي؟ استاذ فهيم عاوز اسالك على حاجه. ايه السبب الايام دي انه يعني كتير قوي في المسرح وفي السينما بدانا ناخد الافكار العالميه ونبني عليها،
يعني هل ده نقص في افكارنا ولا افكارنا ما بتلاقيش صدى عند الجمهور ولا ايه؟ لا هي يعني بص يعني مثلا اتعملت قبل كده موسيقى في الحي الشرقي مبنية على فكرة رواية أجنبية صوت الموسيقى وغيرها مثلا بتاعت مدبولي اسمها ايه؟ هلو تشاو العيال الطيبين العيال الطيبين والتانية بتاعت الفتوات دول الأوغاد اللي في المدرسة دول المدرسة المشاغبين المدرسة المشاغبين يعني وهلو دول كله ايه الحكاية؟ يعني ايه المسرح متجه ليه كده؟ لا هو يمكن بالنسبة لنا احنا بالذات اتكلم عن الفرقة هنا بالنسبة لاختيارنا في الروايات يعني واحنا بنختار في الحقيقة موضوع معين وبعدين بنعايش هذا الموضوع وبنعمل له معالجة مصرية تماما تبعده تماما عن الأصل الأجنبي بتاعه يعني بناخد الفكرة فقط لغير وبعدين بيعتبر العمل مؤلف مصري فعلا وبعدين الأفكار زي ما سيادتك تعرف إنها محدودة في العالم كله يعني في العالم كله محدودة يعني هو يمكن النقاد حددوها بحوالي 36 فكرة لا قصدك يعني الـ 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 العناصر اللي بتتكون منها انفعالات البشر هي المحدودة لكن القصص غير محدود من يوم ربنا خلق إنسان وهو بيعمل قصص وهيستمر يعمل قصص إلى الأبد أيوة بس يعني احنا فعلا بناخد الفكرة وبنحولها إلى قصة أخرى مصرية صميمة بس برضو بتعتمد على أرض هي ده من ناحيتنا احنا بقول حاجه بتعتمد على ارض اخرى يعني يعني من ناحيه الافكار عندنا هنا يعني اصبحت الافكار من صميم مجتمعنا ومن صميم يعني اتعالجت الحاجات دي بصور كتيره فاصبحت الافكار يعني يعني شعبنا مثلا يختلف عن شعب الانجليزي عن الشعب الهندي عن شعب الشعوب فكل شعب له مشاكله وله افكاره فمفيش معنى ابدا ان احنا فكره من هناك نطورها الى فكره تديلها الدم المصري تديلها الدم بس بقول لحضرتك حاجه يعني هي قصه حب عموما يعني احنا مش بنستورد افكار قد ما بنستورد فكره بتمشي مع فكرنا يعني يعني مثلا قصه حب اللي بنعيشها هنا غير اللي يعني لو جينا لحب رومانسي هيبقى كله واحد هنا هناك في اي حته لكن من خلال مجتمعنا مثلا عايزين نعيش قصه الحب دي في بيئه شعبية أرض مصرية فعلا أرض مصرية بنقلبها حسب يعني قصدك مثلا اذا كان جوليو روميت فهي قصه حب حب عاطفة دي مؤلفة زي ما قلت من حيث انتهى شكسبير يعني يعني مثلا الحب او العواطف الانسانية وبتدولها ما خدناهاش من شكسبير احنا يعني ابتدينا زي ما الاستاذ حسن قال من بعد ما بتدولها المذاق كمان موسيقى في الحي الشرقي احنا لم ناخذ من صوت الموسيقى غير فكرة اب عنده او عنده اطفال ودي موجودة والام مش موجودة فقط هذه والاخ فهيم عمل حدوتة حلوة او حقيقة الفكرة تعتبر عالمية يا ترى وبعدين اللي هي كلمة الحقيقة يعني طبعا هو السؤال الخطير اساسا يعني بنقول أين المؤلف المصري ودي حقيقة احنا يمكن في قصور بالنسبة للتأليف المسرحي عامة لكن دي مش النهاردة ما تعتبرش عقبة للإنتاج المسرحي الثلاثي بالذات اما بيجوا ينتجوا مسرح خاصة من 4 سنين بدأوا يقفزوا قفزة كبيرة من ناحية الإنتاج المسرحي ومن ناحية الرؤية المسرحية بيشوفوا الحركة المسرحية كمجتمع احتياجاته ايه ويقدموا له فن نظيف بنسبه قد ايه بدون الاسفاف وايضا ما بيبصوش لدافع التذكره قد ما بيبصهم لارضاء القيمه الفنيه وبالتالي كان لابد ان يتعثر الاختيار بالذات احنا عاوزين نسخر او نوظف طاقه الثلاثي لعمل مسرحي معنى كده ان هيجي مؤلف يفصل عليهم تفصيل وده كمان خطأ لان احنا مرينا به في الريحانيات اساسا بالرغم ان الريحانيات كانت برضو مسرحيات مقلوبة كلها مقتبسة المرحوم ابو سعود الابياري كان اغلبها حاجات فرنسية يعني. طبعا والجميع الحقيقة من هنا كان لابد بالنسبة للثلاثي بالذات انهم يلاقوا فكرة انسانية عظيمة جدا وايضا من ناحية الاجتماعية ما تتعارضش مع افكارنا مع اخلاقياتنا كقيم روحيه وكل شيء وتكون فيها الشخصيات اللي هي قريبه منهم اللي تقدر توظف طاقتهم وبالتالي كان لابد من ايه من الاقتباس ده بس في السنوات الاخيره الحقيقه بدا الاقتباس يتاخد فقط نواه منه
ويتنسج من جديد بفكر مصري بظروف مصرية. طب سؤال صريح يعني الحقيقة، يعني أنا من الأنصار المتحمسين جدا للقطاع الخاص في المسرح وأيضا في السينما، ولا أعارض في وجود القطاع العام عشان يعمل حاجات اللي المسرح الخاص القطاع الخاص ما يقدرش يعملها يعني. لكن أنتم مش شايفين معايا أنه عدد كبير من المسارح الخاصة بدأت تعتمد على عمليات إثارة وشوية إغراق في الجنس ونكت مبالغ فيها أو خارجة إلى حد ما بقصد يعني استجلاب أو بقصد الشباك والحكاية دي؟ نتكلم بصراحة شوية. لا الفرق دي أنا ما اعتبرش فرق قطاع خاص لغير الفرق اللي ليها بيت مسرحي، دي فرقة قطاع خاص. لكن اللي بيأجر مسرح عشان يشتغل شهرين ثلاثة يهبر له هبرة، ده رجل تجاري سميها فقاعات كلها. وبعدين دول ناس بيسيئوا للفن عموما، للقطاع الخاص والعام. وبعدين في ميزة هنا في الثلاثي ان في رقابة مننا على نفسنا، يعني لو حتى فلت مني انا ليار جايز، فالاستاذ حسن بينبهني في النقطة اللي هي يجب ان انا اقف عندها. لو فلت من اي حد العيار برضو بننبه بعضنا ليها. وطبعا موجة الجنس بتجتاح العالم كله، ويمكن احنا حاجة بسيطة جدا بالنسبة لما يحدث في الخارج، لكن برضو احنا لينا شرقيتنا ولينا تقاليدنا، ومفروض ان احنا نقف في وجه الموجات الضارة يعني. مش كده ولا ايه؟ هو ممكن ساعات الجنس يتقال على المسرح بصورة مهذبة جدا. لو كان الموضوع يحتاج واحنا اكثر من مرة ممكن تتقال نكتة او حاجة ظريفة كده ومحترمة جدا، وتتقال بطريقة ما تخليكش تحس وانت قاعد باي شيء، بالعكس تضحك وتنبسط. اذا استدعى الموقف ما تتقالش حشر يعني. انما ما تتقالش بطريقه مبتذله زي ما بيحصل يعني. مش مقصود من المسرح الضحك انه يقعد يزغزغ الناس بالقوه ويخليهم يضحكوا. هو اي واحد بيتزغزغ بيضحك يعني. مش بنتكلم عليكم، احنا بنتكلم في قضيه المسرح الضحك. كلمه حق تتقال الحقيقه بالنسبه للثلاثي، يعني هو ممكن التورط في قضايا الاثاره ده حتى برضه جوه الثلاثي يعني، حتى يمكن التورط بيجي فوري اثناء العرض مش في النص نفسه. لكن في حاجة لابد انها تتقال بالنسبة للثلاثي. الثلاثي اول من بدأوا الكوميديا الموسيقية وعاشوا الكوميديا الموسيقية ومستمرين فيها وبيحاولوا يأكدوها، بل النهاردة بيصرفوا عليها مبالغ كبيرة جدا في سبيل وضعها في القالب العلمي السليم للكوميديا الموسيقية. النهاردة برضو وهم بصدد جوليو روميت بيبحثوا عن ايه؟ مش بيبحثوا عن قصة تربط ذكر وانثى اطلاقا، بيبحثوا عن السلام على مستوى المجتمع الانساني كله عالميا. ويمكن الأستاذ فهيم يقدر يشرح القضية دي لأنه هو المؤلف الرواية. هي الرواية بتحمل باقة حب كبيرة جدا لكل الناس، يعني حتى اللي هم بيعتبروا خارجين عن المجتمع أو خارجين عن القانون، فوضحنا أن فيهم لمحة إنسانية ممكن الحب يخلق منهم بشر تاني، يعيدهم إلى بشريتهم تاني، واكدنا دي. فهي باقه يعني كبيره جدا من الحب. دعوه حب نوعيات من الحب يعني. سمير في معبوسي ده نوع من الحب. جورج المجرم الشرس العاتي جدا جواه نواة انسانيه كبيره جدا. في طفل في الروايه هو اللي بيطهر الشخصيات وبيوصلها الى حد التسامي وبيقول للناس حبه. هو دع الطفل نفسه بتكوينه بطهارته، هو دعوه للحب. بوسي هي الحب، كل الحب، رمز الحب عبر سنين الانسان في حياته. الحب كله. وبوسي تقدر تتكلم عن الحب مدام بوسي انت الحب كله. في رمز للحب فعلا في الروايه. يعني هي القصة بتبين ان الحب ممكن يعمل حاجات كتير قوي في المجتمع، يعني حتى الشيء اللي بنقدر احنا نقول عليه انه خارج عن المفروض يكون في المجتمع فممكن بنرجعه له، وبنقول ان هو ممكن يعمل حاجات كتير. تعرف حضرتك ان الفرقة دي اساسا مبنية على الحب، فرقتنا. اي عمل لازم نحبه. المجموعة كلها بتحب بعضها، فكل عمل بينجح هنا لانه بيتم في حب.
طب واللي بيطلع من الفرقه بتفضلوا تحبوه برضو على طول؟ لا هي اسره فعلا. اللي بيطلع اللي بيخرج بره الفرقه لا احنا ما عمرنا ما حصل بيننا وبينه عداء يعني. الاسر كده لا يعني كان في منها بيتزوج وبيخرج منها كاسره فبرضو بيحبوه يعني مش لا يعني فتره قعدته مع صفاء لانه كان في لون الروايه بيحتاجها دلوقتي بوسي لانه لون الروايه بيحتاجها يظهر هتحبه عدد كبير قوي طب تحبوا تختاروا للمستمعين اللي بيحبوكوا يعني حاجه غنائيه كده تقولوها مع بعض ايه؟ وفي حاجه كنا عملناها احنا في فوزير رمضان السنه اللي فاتت وبعدين كل اللي طلعت هوجه بعدها اللي هي الساحه الدحم بو دي كانت اساسا احنا اللي عاملينها يعني فنقدم حته منها. هو لفظ احنا ما تقولش كده احسن يا ادوكوا بقى لا احنا لما لقينا الهيصه في الحكايه دي استغربنا قوي فقلنا طيب خلي اللي يقولها انما هي احنا عملنا في صوره اغنيه اب وام والطفل عامل لهم مشكله فبيعالجوها. طب نسمع. شيل الولا من الارض هد الواد نابوه يا عيني الولا بيعيط السح الدحم بوه الولا عشان يا اخواتي ما انا مسؤول الولا روشني خلص وهشق هدومي انا رابع بزازه يشطها وتشطب صحن القتال يا جهل سيب الواد الواد عنده استعداد طالع شوت من يوم وبكره يهد الاستاد الواد مليان حيويه طالع اسم الله لابوه طبعا طالع ليا عايزين ليه تكتبوه طب شيل الولا من الارض شيل الواد من الارض هد الواد لابوه يا عيني الولا بيعيط السح الدحم بوه الولا عطشان يا اخواتي حرام اسقوه ده الكوبليه الاولاني. يا ترى بالنسبه للحياه المسرحيه قطعا بتحصل حاجات غريبه على المسرح ما بيحسهاش الجمهور وساعات الحاجات دي بتبقى مليانه مفارقات وساعات بتبقى مليانه مواقف حرجه ممكن تحكوا لنا كده حاجه حصلت لكم؟ في حاجات كتيره قوي يعني مثلا اقرب حاجه في روايه موسيقى في الحي الشرقي في بيحصل انفجار معين في المسرحيه مفروض جورج انا وجورج نبقى على المسرح والانفجار بيبقى وراه في فادي عكاشة الممثله اللي فوق المفروض اطفال بيعملوا فيها اللعبه دي بيعملوا انفجار فيتحرقوا الشارع فكان من ورا الكواليس بيمسكوا بومبا صغيره وتنضرب فلقيتها ضعيفه والروايه شيك وقويه وحلو انا لا نعمل حاجه مين قالوا لنا في واحد بيعمل انفجارات شو لقينا واحد بعضلات داخل المسرح قالوا لنا ده مش عارف واحد ظريف قوي دخل ايه قال لا تحت امرك في ايه ما يقولش غير تحت امرك طب ورينا لا انا مش خلاص اتكلوا على الله فقلت له احنا نعرف تجربه هنعمل ازاي لا خلاص وانا بس اديني الكيون بتاع الفرقعه وانا نفرقع هتفرقع ايه قال شويه بارود وحطينا شويه بارود كده في حته بكريت بوم عاملين المنظر ظريف قوي قلت له يجنن قال لا ما نعملها بقى كهرباء بقى وبتاع اتفقنا مع البي مساعد المخرج الاستاذ احمد بدر الدين الله يستره يا احمد اعمل معاه بروفا قال لا انا عارفه كويس وبتاع مفروض مساعد المخرج عمل بروفا معاه بالنهار انا وجورج داخلين المسرح لا لينا ولا علينا كف مصعم خيام والتاني موضب الاسلاك بتوع المفروض انفجارين انفجار مره وبعديه بدقيقه انفجار تاني واحنا جاهز ومستني بقى مفاجاه حلوه قدام الجمهور ويا بي لا ادري ونسمع مش هقول حاجه قنبله انفجار عماره بتقع وجينا في المشهد الديكور بيقع طلقه لقيت ودني وكان وتحت جورجي بالظبط راح الضربه كان جورجي على السلم حسيت وداني قفلوا الميكروفونات صفرت لقيت البناوير بتجري ده حرب البناوير فاتحه قد كده ومولعه كره خرم خرم لو الناس بيجروا من المسرح الناس جروا بيقول ما مدير صاحب المسرح اللي اسمه طلعت حسن بدون ما يشعر لقى نفسه في الترعه بيجري بره ومش عارف ايه وقال لي الحقوا شوفوا ايه عندنا مدير مسرح طويل اسمه موجي المفاجأة دخل في الخرم المفاجأة بقى ان في انفجار تاني فاحنا بصينا ورا الكواليس وقلنا له خلاص قولوا له كفاية مصمم قولوا له ولا يمكن وبعديها بسنة راح فاقع الانفجار التاني ده خلص علينا كانت الناس مشت خلاص لا
كان يوم رهيب اللي كان ده اللي كان بيقول لكم خليها على الله، خليها على الله، اتكل على الله وان شاء الله حاجه حلوه. وبعد ما مشي قال لا مؤاخذه كنانة يعني، قلنا لا ما فيش حاجه خالص. لا ما انتم ما تخافوش يعني انا مسؤول منكم. هو عايز يقول المهم انا قابلت هذا الشخص بعد كده في فيلم مدرسه مخشيه بغمين، بنعمل فيلم المفروض انا لابس طربوش بيعمل فجار فوق الطربوش. قلت ابدا، هو يقعد ولبسه الطربوش، وفعلا اتصور طربوش وهو بينفجر. قال ما فيهاش حاجه، وانفجر الطربوش ولقيت شعره كله مولع كله. انا باروكه كانت هتولع تبقى. وانت يا جورج تفتكر ايه؟ هو انا يعني بمسك نفسي كويس قوي قوي قوي، بس اللي ما بيمسكش نفسه على المسرح سمير. ازاي يضحك يعني؟ اه مش يعني هو عينه يعني لو جت الصاله وشاف يعني منظر غريب. انا بقول حاجة، ربنا الضحك بيجي الضحك، ما بضحكش يعني بحس ان انا مع الجمهور، ما بحسش انا يعني محترف لدرجه ان انا اقول الكلمه باللفظ. بالعكس بحس ان انا بفرفش مع الناس. احب قوي حقيقي ان انا اشعر بشيء من الفرفشه اللي بشعر بيها، بانتج اكتر يعني. انت جزء من الناس يعني، جزء من الناس. بحس ان انا في خاطر بيجيني بقوله، انا منبسط والناس بتنبسط. ممكن افاجئ جورج بحاجات كتير على المسرح. يعني هو نفسه بيضحك. مره جورج على المسرح بيقول حاجه، قال يا بلي، وراح مدور دماغه على الحيطه ونسي الروايه ويخبط في الحيطه. لا اصل حادثه حصلت لنا انا وهو، يروح مكررها في الديالوج حاجه مثلا. بس يعني في مره وكمان في حوادث ثانيه، هو لو بص في الصاله ولقى منظر غريب يبقى الروايه خلصت. دي المأساة بقى، دي مشكله يعني. في مره كان في بنوار في النص، عيله كلها حقول. الراجل. كل العيلة، كل الراجل والست بتاعته والولدين والخدامة كلهم مش ممكن يعني. في اللي عينيهم بتبوس بعض واللي عينيهم خصمة يعني. يوميها العرض فعلا كان مهزوز جدا، مش يعني انا مش قادر. طب ما بتبص لهمش يعني. مش مهم، ما هم بصلت لهمش، ببص لجورج بتخيل وش الراجل في جورج. يقعد يتخيل في كل واحد. وبعدين يعني عشان يبوظ الدنيا سمير بالذات يعني، يجي مثلا زكريا يكون داخل المسرح يقول له شفت، بص البنوار اللي في المسرح ودنه يعني. طويل قوي اسمه زكريا. زكريا ما في ده يعني، راجل جثه كبيره يعني ضخمه خالص يعني. ده لما يضحك على المسرح يعيط يعني، راح باصص في صعب زي على طول، ما ينطقش ما ينطقش بعد كده. استاذ جورج، استاذ سمير، من ضمن برضو المشاهد الحاجات اللي بتحصل مثلا المفارقات في مسرحيه موسيقى في العشاء يعني، في اطفال، فكان الحاجه الظريفه اللي بيجي جايب كل عياله معاه عشان يتفرجوا على الاطفال، فكان نص المسرح بالظبط اطفال. في وسط المسرحيه بقى والمسرحيه شغاله، وتسمع تعليق ظريف من طفل قاعد في الصاله. فكان في طفل معين انا شغال ومندمج في الروايه، وده واقف على الكرسي يقول لي عمو. وموقف انا شغال درامي، عمو. وابص والاقي كتله قمر يجنن حته بتاع زي القلبوز، وقاعد على الكرسي وهو فرحان قوي، عايز عمو سمير، عايز يكلمه. ابوه يمسكه من ايده وده يسقف، والمسرحيه سكوته في حته المفروض انا متاثر، العيال ماشيين. عمو ايه؟ ما اضطرتش بقى، قلت له يا ابني عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ يقول لي عمو. فضلنا طول الروايه جورج يدخل يقول له عمو، والناس تضحك واحنا تضحك، ما قدرش ان امسك الولد ابوسه واقعده تاني حقيقي. بس استغلتوها يعني؟ لا طبعا استفدتوا منها يعني. موقف تاني ظريف كان حصل لنا في روايه طبيخ الملائكه للاستاذ حسن عبد السلام، ما يعرفوش ده، كان وقتها الضيف الله يرحمه موجود، وفي عز المسرحيه والنور انطفى. والناس قاعدة، يا اخوانا يهديكم، يا بلدية، يا مطافي، يا بوليس، ان النور يجي ما يجيش وعينك ما تشوف الا النور. والجمهور بقى فصل في الرواية، نعمل ايه؟ قعدنا نص ساعة، الناس ابتدت تمل ومش عارفين، قلنا الناس تستنوا ولا تمشوا، قالوا احنا قاعدين معاكم. جبنا ثلاث بطاريات، اه والله، وطلعنا احنا الثلاثة وكل واحد بالبطارية عليه. اولا نزلنا كاكولا لحساب الفرقه، وبقت قاعده، وقعدنا على المسرح، وبقت نكت وحوار ظريف ودردشه لايف منتهي حقيقي، وقعده عائليه من اجمل ما يمكن. ده نكت بقى متبادله على طول، وزيطه ومش عارف ايه، وبقوا سعداء جدا. والنور ما جاش والناس انبسطت وعدت المسرحيه. الحمد لله النور ما جاش. ما جاش يوميها. حلو، ما فيش. قلنا اللي عاوز يجي تاني، اصل كان باقي فصل من الروايه، حكينا لهم اللي فاضل ومش.
مدام كوسي، يا ترى هت ليكي ادوار اخرى غير التمثيل على المسرح؟ يعني مثلا هتغني، هترقصي، هتعملي استعراضات؟ والله المسرحيه كلها استعراضيه، واستعراضيه كبيره يعني، فيها كذا استعراض، وفيها غنى وفيها رقص، ومش لي انا بس، ليا وجورج وسمير والاعضاء الفرقه الباقيه. وجورج وسمير بيرقصوا؟ ده سمير هيرقص باليه. هو السلام بيخرج وهو بيرقص، فلازم الفرقه كلها تبقى كده. مين عامل الالحان؟ الالحان الاستاذ حلمي بكر، والكلمات الاستاذ حسين السيد، وتصميم الرقصات كمال نعيم. ده مجموعه هايله الحقيقه. والديكور مجدي رزق، ده برضه ديكوريست الفرقه ده. وفي الحقيقه الاستاذ حلمي الحانه المسرحيه الحان رائعه، هو اول ما بدا في المسرح بدا معنا، وهو متمكن في الحان المسرحيه. ممكن بالمناسبه نسمع حاجه من الالحان المسرحيه للمسرحيه الجديده ان شاء الله. اهلي واهلك عايزين ايه؟ هيحاربونا الامتى وليه؟ وليه؟ راميو وطي صوتك. احنا هنا بنحب ونبني، وجوه الضلمه بنزرع نور، بنزرع نور. لو يسيبونا النور ده حيطلع، يفرش ارض السما بالنور، ونزرع نور. غيرنا هناك بيقيموا مدابح، والطر خلى الغدر بحور، تحت الشمس الدم بيغلي بيغلي. نفسي واحد بس يقولي ليه الحب يعيش في الضلمة، وليه الظلم يعيش في النور؟ ليه الحب يعيش في الضلمة، وليه الظلم يعيش في النور؟ روميو دافع عن نفسك، من مدة انا عايزك، الليلة دي حبرزك، وده من سوء حظك. دافع دافع، جوليت قربتي يعني من عيلتي، وانا جاي الليلة احمي شرف عيلتي. جوليت حبيبتي وامانة في رقبتي، وانا مش هسمح لك. دافع دافع عن نفسك روميو، خد بالك، دافع عن نفسك. اسمر عليك، اسلم لي عينيك، يا جميل يا حليوه يا مجاملك، وانا بدرقك بسبع مزازين، وان شاء الله ابيع كل ما املك. يا لهوي يا لهوي، الله جرالك ايه يا عزيزه، مالك مسروق عليك ليه؟ الراجل ضغط ساكت ومحدش سامع عليه. روحي وعليا النعمة انك تحفة، اهي دي الحدوتة اللي لقيتها ويا الكراكيب جوه القفة. بقى هم دول روميو وجولييت؟ كانوا زي حالاتنا حبيبة. ده الحب شديد قوي يا عزيزة، ده جايبني ماشي من الجيزة، سنتين على الحال ده عشان احوش المهر، بريزة في بريزة، زن 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 زن، ده الحب شديد قوي يا عزيزة، ده جايبني ماشي من الجيزة، سنتين على الحال ده عشان احوش المهر، بريزة في بريزة، زن 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 زن. يا حبيبة حسب. حبيبتي عزيزة. أيها السادة، شكرا، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع السهرة المفتوحة، لكم مني أطيب المنى،
طاهر أبو زيد.